ينضم إلينا من برلين عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز عبر الهاتف. عربي أهلا بك طبعا في هذه الحلقة. يعني هناك الحقيقة شكوك في مسألة من الذي يحظى بشعبية أكبر الآن، لكن في البداية قبل الدخول في تفاصيل المرشحين وبرامجهم دعني أسألك عن الموضوعات المطروحة في هذه المناظرة والذي من المفترض أن يركزوا عليه. اهلا بك ايمان. في البدايه كما اشرت ان اول مره في تاريخ المانيا تحديدا ان يكون في ثلاث مرشحين عن ثلاث احزاب موجودين في مناظره تلفزيونيه واحده، لان دايما كانت السلطه في المانيا منذ سنه 1950 كانت دائما بالتداول ما بين الاشتراكيين والحزب المسيحي الديمقراطي حزب المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل من ايام كونراد ادنور سنه 49 وحتى الان المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل. ولكن الحقيقه يعني الموضوعات المطروحه النهارده تحديدا في موضوعات محدده، طبعا الازمه اللي موجوده الان في افغانستان هيتم السؤال عليها، وكمان ازمه المناخ والفيضانات تحديدا التي حدثت في الفتره الماضيه، هي دي موضوعات اساسيه، وطبعا موضوعات متعلقه بالاقتصاد خاصه في خلال ازمه كورونا وعده كما يطلقون عليها ايضا عده مشاكل خلال ازمه كورونا ضربت الاحزاب الحاكمه حزب الاشتراك وحزب المسيحي الديمقراطي، فضيحه الكمامات وما الى ذلك، كل هذه الامور سوف يتم السؤال عنها، وايضا علاقه اوروبا بالمانيا في المستقبل بعد دعوات داخليه من عده احزاب داخل اوروبا ايضا بضروره الانفصال وما الى ذلك، موضوعات مختلفه ولكن سيسيطر عليها المناخ تحديدا خلال هذه المره. عربي الاستطلاعات تشير ايضا سواء في داخل المانيا يعني او في التقارير والوسائل الإعلام التي تتابع بهذه الانتخابات بتشير إلى أن هناك تقارب وعدم حسم لشعبية كل مترشح. لماذا، لأي أسباب من الممكن أن نرجع هذا عربي؟ لماذا لم يحظى طرف واحد من الثلاثة بشعبية كبيرة كما تحظى المستشارة أنجلا ميركل، حتى أنه في بعض المحللين بيصفوا أنه من المستحيل الوصول إلى نفس شعبية ميركل؟ الحقيقه ايمان حسب التحليلات هنا ازمه كورونا كانت احد هذه الاسباب. المرشح الالماني الناخب الالماني الان يعني مصاب بحاله من يعني هو متلخبط الى حد ما، لان ازمه كورونا اوضحت ان في اوجه عجز كبيره لكل حزب، الحزب الاشتراكي والحزب المسيحي وحزب الخضر هم مشتركون في حزب المانيا، على الرغم من ان كما قلت دائما مستشار المانيا ياتي منذ اكثر من 50 عاما من الاشتراكيين او من المسيحي. الناخب الالماني سنة 2017 آخر انتخابات على سبيل المثال حزب المسيحي الديمقراطي حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حاز على 26.8% من الأصوات، حزب الاشتراكي 20.5% والخضر كانوا 8 فقط. النسبة هنا واضحة بين الاشتراكيين والمسيحيين كانت بنسبة 6% من الأصوات في الانتخابات النهائية سنة 2017، لكن هذه المرة الأمر مختلف تماما بسبب أن المستشارة الألمانية كانت موجودة خلال ال 16 سنة الماضية والجميع يعرف سياسات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. الآن في مثل هذه اللحظة أرمل ناشيت هو رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي ورئيس وزراء شمال الراين، ولكن هناك أزمة أن الناخب الألماني لا يعرفه جيدا حتى الآن، خاصة في خلال الأيام الماضية عندما ظهرت لي بعض السلبيات. صحيح، هو يقال كمان أنه فقد جزء كبير من شعبيته خلال الفترة الأخيرة، لكن في هناك بعض الترجيحات بتقول أنه المرشحين ركزوا على أنفسهم وتاريخهم وما يفعلونه أو ما من الممكن أن يقدمونه أكثر، يعني حملتهم ركزت على أشخاصهم أكثر من المواضيع اللي بتهم المواطن، أو زي مسألة الأجور مثلا، الحد الأدنى للأجور. عندك حق إيمان، الحقيقة في النقطة دي تحديدا التركيز على الشخصيات، هي الأزمة حسب المحللين الألمان هنا كانت خاصة بأنالينا بيربوك مرشحة الخضر وأرمل لاشيت مرشح الحزب المسيحي. الامر التركيز يعني الكلام ده كان عنهم هم تحديدا وليس عن اولاف شولز مرشح الحزب الاشتراكي، لان اولاف مرشح الحزب الاشتراكي حتى الان حسب وصف الصحف الالمانيه والمحللين الالمان هو الاكثر تقدما وان حملته الانتخابيه ناجحه جدا. اما انالينا بيربوك عندما كتبت سيرتها الذاتيه على سبيل المثال على الانترنت قامت بتضخيم سيرتها الذاتيه بشكل كبير، ايضا مرشح اولاف أرمل لاشيت مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي كان لديه أزمة أنه في أحد مؤلفاته هو قام بتأليف كتاب وهناك جزء في هذا الكتاب لم يسنده إلى شخص
وهي تركة علمية يعني سببت في ازمه كبيره، هو اعترف بيها وقال الكتاب هيتم تنقيحه مره اخرى. هم يركزون بشكل كامل على انفسهم خاصه اولاف يعني انالينا بيربوك تحديدا في هذا الامر. لكن اولاف شولز حتى الان يتكلم باكثر اريحيه، يتكلم عن الوضع الاقتصادي في المانيا مرشح الاشتراكيين وهو الاكثر. الحقيقه يعني في نقطه يجب ان نذكرها، ان صحيفه بلد الالمانيه كلفت احد استطلاعات معاد استطلاعات الراي وظهرت النتيجة صباح اليوم أن أولاف شولز حصل على 24% من الأصوات وأرمن لاشيت 21% فقط، وهي نسبة كبيرة تحديدا على الرغم من تساوي الأصوات بشكل عام. أخيرا عربي، ما الذي ينتظره يعني المواطن في ألمانيا من المترشح أو من المستشار الجديد؟ في الحاجة الأساسية الآن إيمان في ألمانيا هو الوضع الاقتصادي. الكثير من الألمان خاصة الشباب خائفين جدا، كل الشباب في ألمانيا يطالبون المستشار القادم أيا كان من أي حزب بضرورة خلق فرص عمل جديدة وأكثر ثباتا لسوق العمل في ألمانيا. والكلام بصراحة أكبر عن المناخ بشكل عام في ألمانيا. الحزب المسيحي الديمقراطي قال أن الحياد المناخي سوف يكون حتى عام 45 والحزب الاشتراكي أيضا، ولكن الحزب الخضر قال أن سيكون لك حياة مناخيا وكهرباء خالية من كل شيء حتى عام 20 تحديدا. أشكرك عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز من برلين على كل هذه المعلومات والتفاصيل، وبالتأكيد سيكون لنا متابعات لاحقة حول هذه المناظرة والانتخابات أيضا.